أهلا بكم. جرى اليوم بطنجة التوقيع على اتفاقية شراكة بقيمة تفوق 1.26 مليار درهم لتمويل مشاريع فلاحية لتحسين سلاسل التوزيع وتسويق المنتوجات المحلية ضمن برنامج التنمية لجهة طنجة تطوان الحسيمة وتنزيل استراتيجية الجيل الأخضر. وجرى حفل التوقيع بحضور كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة عامل عمالة طنجة أصيلة يونس التازي ورئيس مجلس الجهة عمر مورو والكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة توفيق مشرف. وحسب عرض قدم بالمناسبة تروم الاتفاقية تحسين سلاسل توزيع المنتجات الفلاحية بالجهة من خلال بناء وتأهيل أسواق الجملة والمجازر والأسواق الأسبوعية وأسواق المشية. وهاد الاتفاقية غتخلينا نخليو القيمة المضافة ديال الإنتاج في الجهة، وهذا الشيء عنده واحد الانعكاس كبير ما يخص خلق يعني الشغل وكذلك فيما يخص الرفع من الإنتاجية وتحديث يعني بصفة عامة يعني القطاع. فمنطقة اللي عندها مؤهلات يعني اللي عندها مؤهلات مائية، وكنعرفوا بان اليوم الماء هو المحور الأساسي والعامل الأساسي ما يخص الإنتاج الفلاحي، واللي تعملت فيه استثمارات كبيرة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، أولا للحد من الضياع ديال المياه، وثانيا الاقتصاد من المياه باش يمكننا نعملوا أكثر فيما يخص الإنتاجية بأقل ما يمكن من الموارد المائية.